مرحبا أخواني المتابعين، للي ما يعرف فيكم الخدمة هذه أو بالأصح كثير ما رح يعرفها بسبب الموقع. هذه اسمها البوكس تيل، عبارة عن كباين عشان تنام فيها وتريح. طبعا فيها حمامات، فيها كل شيء، وبالإضافة لهذا عندهم آخر كابينة حق الستورج حق الشنط، يعني مثل اللي جاي من خلينا نقول من بوكة الظهر، وعنده شنط ورحلته حق الامارات، عمان، الكويت، ايا كان، في الليل. فعنده 6-7 ساعات يبغي يطلع لكن ما يعرف يسوي شو يسوي في الشنط، فممكن يخليهم في الخدمه هذه. الخدمه هذه موجوده في الطابق الارضي اللي هو البي عند المدخل اللي يودي على القطار، لكن بدل ما تروح يمين تروح يسار، تتجه للاخر. وطبعا عشان تكونون في الصوره بتمرون على الكبسولات، هذه أيضا كبسولات حق النوم والاستراحات، شيء جميل، شيء مرتب. طبعا فيهم مكاتب، باجي للأسف باجي المحلات وباجي كذا كلها مسكرة. هذه خدمة ترك الحقائب، أيضا هذا المكتب مسكر لكن الأخير اللي كنا فيه هناك كله شغال. شكرا، وتابعوني في تغطيات أخرى.